هلا أصدقائي، شلونكم؟ شو أخباركم؟ مثل ما عادكم أخبار جديدة ومفيدة لآخر الهواتف، والمين عرفني ياكم سيف. ويلا خلينا نبلش. واليوم هاتفنا من بلاك فيو A95. هذا الهاتف أفضل هاتف من الفئة المتوسطة، ويأتي بسعر جدا قليل مقارنة بالمواصفات الجبارة. تقدر تستفاد من الهاتف من ناحية الألعاب والتصوير وكافة احتياجاتك، وأفضل من هذا هو السعر المغري للهاتف بعيدا عن تصميمه الحديث والجيد وهو السعر. يأتي العرض الأول للهاتف بسعر $149 أمريكي، وهو العرض العالمي الأول لهاتف ذكي بمزايا جيدة جدا، وأكيد تلقاه بمتجر علي أكسبريس العالمي، ومقرر إطلاقه في 21 فبراير، وسوف تحصل على عرض منخفض إلى $139 ما بين فترة 21 فبراير إلى 23 فبراير، يعني مع قسيمة بقيمة $10، وربما سوف تحصل عليه بسعر أقل من $139. سأتكلم على الهاتف والمزايا، وأيضا ماذا يوجد في الصندوق عند الشراء. التصميم عصري مع حواف دائرية شبيه جدا بآيفون 13 برو، والشاشة تستغل معظم الواجهة بمقاس 6.5 إنج ودقة شاشة HD+. والهاتف يعتبر من الأجهزة السليم الرفيعة بمقاس 8.55 ملم ووزن 195 جرام. هذا الهاتف مريح باليد ووزنه جدا جميل. الشيء المميز الآخر البطارية. البطارية بسعة 4380 ملي أمبير، والجيد في هذا أكدة الشركة يدوم يوم وأكثر، ويدعم الشحن السريع 18 واط، وهذه ميزة جيدة جدا للفئات المتوسطة. الأطراف الجانبية للهاتف من النيكل، كما نشاهد على يمين الجهاز بيتوفر قارئ بصمة الأصبع في زر الإطفاء نفسه، يعلوه زر خفض ورفع الصوت. وأما الجهة اليسرى سيكون فيها فقط فتحة السيم كارد الذي يدعم شريحتين نانو سيم مع بطاقة SD كارد. وما من جهة الأعلى سنرى فقط فتحة الميكروفون، يساعدنا جدا عند التحدث بالسبيكر وتسجيل الصوت والفيديو. ومن أسفل سنلاحظ أنه يدعم سلك USB-C وعلبة مكبر الصوت قوية جدا على اليمين، ولاقة ميكروفون على اليسار أيضا. والتصميم الإبداعي الذي يملكه هذا الهاتف، وخصوصا الزجاج الخلفي، يتكون من 8 طبقات من النانو البصري، وهذا يعمل بتقنية الليزر ثلاثية الأبعاد، مقاوم للتعرق، مقاوم للشوائب، ولمعان عالي. الكاميرا الخلفية بدقة 20 ميجا بكسل من سوني تحت مسمى IMX376. مميزات هذه الكاميرا تجعل الليل أكثر سطوعا، وتجعل النهار شديد الوضوح وفي الإضاءة الجيدة. تعيد الخوارزمية على ترتيب وحدات البكسل اللي تبلغ بحجم 2 ميكرومتر إلى حجم الأصلي 1 ميكرومتر بكسل لزيادة قدرة الدقة إلى الحد الأقصى، والتقاء الصورة بدقة 20 ميجا بكسل بتفاصيل أكثر بتقنية سوبر بكسل. وأما في الليل تقسم 4 بكسل إلى 1 ميكرومتر التي تعمل لمضاعفة حساسية الضوء 4 مرات، يعني أعلى من 300% التي تجعل التصوير في الليل أكثر إضاءة. وليكن بعض أمثلة الصور الذي جذبت اهتمامي. وأيضا ما ننسى تقنية الـ HDR الجيل الثاني الذي يعزز أداء بنسبة 200% تفاصيل أكثر. البرو مود الوضع الاحترافي، هذا الوضع اللي يجعل هاتفك كاميرا احترافية، تقدر تتحكم بالآيزو والإضاءة وفتحة العدسة وسرعة الغالق. والتصوير البوتريه، هذا التصوير يصور العناصر ويركز عليها وخاصة في الألوان، وأكيد هذا موجود فقط في أحدث الأجهزة، الذي يجعل جمال تصوير العنصر بشكل أحلى وأدق. ومن الضروري نذكر الفلاتر التي تجعل الوجه أكثر نقاء وأكثر تعزيز وصفاء للبشرة. ومميزات الـ HDR بالفيديو تجعلك تلتقط مقاطع فيديو واقعية بوضوح أعلى وحركات أكثر سلاسة. الكاميرا الأمامية بدقة 8 ميجا بكسل تجعل الأداء لتصوير صور الشخصية والفيديو أكثر جمالا. وأكيد الكل يسأل ما حجم الذاكرة والسرعة. الذاكرة تأتي بحجم 128 جيجا بايت، هي أكثر من كافية لتحقيق مطالبك لخزن الصور والفيديوهات، تجعل لك الحرية بتثبيت أكثر البرامج التي تحتاج مساحة أكبر. أما ذاكرة الوصول العشوائي الرام 8 جيجا بايت، التي تجعل الأداء في الألعاب والبرامج أكثر أداء وسلاسة. المعالج يأتي من شركة منافسة لسناب دراغون وهي ميديا تيك، الشركة التي تجعل حرارة الهاتف شبه معدومة، واسم المعالج هيليو P70، ومعالج 8 نواة مقسم إلى نصفين الذي يساعد على تقليل استهلاك الطاقة وأداء أفضل بالألعاب بحجم 2.1 جيجا هرتز وقفزة هائلة بالأداء 12 نانومتر. المعالج الذي يجعل الحوسبة ومعالجة الصور بإمكانيات جبارة لتسريع الذكاء الاصطناعي في كل الجوانب. وحدة معالج رسومات تصل إلى 900 ميجا هرتز لأسلوب ألعاب سريع وسلس.
تقنية التخلص من الحرارة الذكية تساعد على تبديد الحرارة لكل الجانبين، تقنية خفض الحرارة حتى عند الشحن التي تساعد على تخلص من الحرارة على أطراف الهاتف، وهذه حركة ذكية التي تعطيك أقل حرارة بأفضل أداء. ومن الضروري أن نتكلم حول ساعات اللعب المتواصلة التي تصل إلى 6 ساعات لعب متواصل، أما بتشغيل فيديو بدقة عالية تصل إلى 7 ساعات و8 ساعات متواصلة أيضا لتشغيل مواقع الويب، و18 ساعة من الاتصال المتواصل، ويوم وثلاث ساعات من الموسيقى. أما واجهة المستخدم بنظام دوك OS 2.1 بتحديث أندرويد 12، أتميز بواجهة مستقلة وجميلة وسريعة للوصول إلى التطبيقات والعناصر المختصرة. ما ننسى الإضافات من الجي بي اس والواي فاي والبلوتوث، ويدعم شبكة الجيل الرابع. الهاتف يأتي بثلاث نسخ من الألوان، الأزرق لون المحيط، والأسود لون الليل الهادئ، واللون البديع القوس القزحي الخيالي. المحتوى داخل علبة بلاك فيو A95، الهاتف زائد حافظة من الجيلاتين لحماية الهاتف والشاحن وسلك التايب سي والدبوس. وإلى هنا قد تحدثت عن مميزات الهاتف والتصميم الرائع، وأكيد ما ننسى الجهاز سوف ينطلق في 21 فبراير، ستحصل على خصم ب $139 من 21 فبراير إلى 23 فبراير، وأيضا من الممكن تحصل على سعر أرخص من هذا. واشكركم على المتابعة، واكتب لي بالتعليقات رأيكم بالهاتف ومن الذي يتشوق إليه، ومثل ما أقول كل مرة أشوفك بالفيديو الجاي. باي.